السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأربعاء الموافق للثامن من شهر أبريل لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي بيّنت في أولى صفحاتها اتصال هاتفي بين الملك وسلطان عمان، استعراض جهود مواجهة كورونا، وزراء داخلية الخليج، عدم تنقل المواطنين إلا بجواز السفر. في مؤتمر صحفي للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، البحرين أكثر دول العالم في التعافي. وإلى صحيفة البلاد والتي عنونت سمو رئيس الوزراء يوجه لإيقاف الإيجارات البلدية لثلاثة أشهر، إلزام المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامات بالأماكن العامة. الصحة، وفاة بحريني مصاب بكورونا. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت ولي العهد البحرين ستنتصر على التحديات بالروح الوطنية الجامعة، الأميرة سبيكة للطواقم الطبية، البحرين تفخر بأمثالكم، ترتيبات لصناعة الكمامات محليا ولا انتشار للفيروس بين العمالة الوافدة، النواب يمرر قانون التطوع لخدمة الأمن العام. ومع صحيفة الوطن والتي استهلت مكافحة كورونا، لا حاجة لفض حظر التجول، وزيرة الصحة استحداث الفحص من السيارة، القحطاني أجهزة التنفس متوفرة بكمية كافية. نشرت صحيفة الأيام أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأخاه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة، استعرضا خلال اتصال هاتفي الجهود المبذولة على مختلف الصعد في التصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا والتخفيف من آثاره على البشرية. من صحيفة البلاد نقرأ أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وجه وزارة التربية والتعليم إلى العمل مع المدارس الخاصة بهدف إيجاد الحلول المناسبة التي تراعي التخفيف عن كاهل أولياء الأمور في ظل الأوضاع الراهنة، كما ووجه سموه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى إيقاف تحصيل الإيجارات من المستأجرين للأملاك التابعة للبلديات لمدة ثلاثة أشهر، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود وأصحاب المهن الحرة المتضررين. ومن ذات الصحيفة نطالع أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وجه إلى دراسة الآلية المناسبة لتقدير ومكافأة الكوادر الطبية والتمريضية والمتطوعين بالقطاع الصحي لما قاموا به من نموذج في الإخلاص والتفاني في تلبية نداء الواجب وتسخير النفس في خط الدفاع الأول للحفاظ على الأمن الصحي بمملكة البحرين. تناولت صحيفة أخبار الخليج أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد خلال ترأس سموه لاجتماع اللجنة التنسيقية عن بعد أنه بوعي المواطنين والمقيمين بالمسؤولية الاجتماعية وما يتم إطلاقه من مبادرة لدعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا يعطي الثقة والأمل الدائمين بأن مملكة البحرين ستنتصر على كافة التحديات. بيّنت صحيفة أخبار الخليج أن صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة
وجهت رسالة معبرة إلى الطواقم الوطنية الطبية والصحية بمناسبة اليوم العالمي للصحة، وأعربت سموها عن شكرها وتقديرها واعتزازها بما يقومون به من عمل ميداني مخلص لمواجهة فيروس كورونا. بقلم السفير البريطاني لدى مملكة البحرين السيد رودي دراموند، نقرأ مقالا في صحيفة الأيام بعنوان: أنا على ثقة بإجراءات مملكة البحرين، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. أتقدم للحكومة البحرينية بجزيل الشكر على جهودها المتميزة لمكافحة كوفيد-19، فمملكة البحرين قدمت نموذجاً متميزاً وناجحاً للتعامل باستراتيجية وسرعة مع هذا الوباء، وهو ما ترتب عليه إثناء منظمة الصحة العالمية لمملكة البحرين على أدائها وتعاملها مع هذه الأزمة. أود التنويه لإحدى المبادرات المتميزة لمملكة البحرين في مجال مكافحة الكورونا، وهو تطبيق مجتمع واع الذي أطلقته البحرين للمساهمة في تعقب المصابين وسلاسل العدوى، فضلا عن التأكد من التزام الخاضعين للعزل المنزلي بالبقاء في منازلهم. أنا على ثقة كاملة بالإجراءات التي تتخذها الحكومة البحرينية في هذا الصدد من تمتع المصابين بأفضل الخدمات الصحية المقدمة، إلى الحرص على التواصل بشكل مستمر مع الجميع لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس. بيّنت صحيفة الأيام أن الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، قام بزيارة مختبرات الصحة العامة بوزارة الصحة، وذلك للوقوف على مستوى الإنجاز وضمان تطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بالفحوصات وفق أعلى المعايير. إلى ذلك، لفتت صحيفة الأيام أن الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية قام بزيارة إلى غرفة عمليات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، حيث أشاد بأعضاء فريق تتبع المخالطين على ما يقومون به من جهود متميزة على مدار الساعة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، مثمنا جهود الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في هذا الشأن ودورها في إعداد هذا الفريق. من صحيفة أخبار الخليج نطلع أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أشار إلى وجود تنسيق مستمر مع الصيدليات والمحلات التجارية لتوفير الكمامات الطبية لتغطية الاحتياجات المطلوبة في الأسواق، لافتا إلى الاتفاق مع مؤسسات صناعية وتجارية على زيادة كفاءة إنتاجها محليا. بقلم الكاتب محمد المحفوظ، نشر صحيفة البلاد مقالا، فإلى سطور هذا المقال: إزاء الجهود الكبيرة والاستثنائية لفريق البحرين من كوادر طبية وتمريضية للحفاظ على صحة وسلامة جميع الذين يعيشون على هذه الأرض الطيبة، إننا لا نملك إلا التقدم لهم بوافر الشكر، مدركين أن كل كلمات الشكر لا تفيهم حقهم. إن نظرة فاحصة للوضع الصحي بمملكتنا الحبيبة تجعلنا أكثر طمأنينة وتفاؤلا. وأشارت إحصائية صدرت أخيرا إلى أن البحرين تعد الثانية عالميا في نسبة المتعافين والأولى عربيا، وبإذن الله وبفضل الجهود الجبارة للمخلصين من أبناء البحرين وجهود المتطوعين من شباب المملكة ستتم السيطرة بالكامل وفي القريب العاجل. لفتت صحيفة البلاد أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف أصدر قرارات وزارية لتخفيض وإسقاط وإعفاء الرسوم البلدية
على 278 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة خلال شهر مارس من العام الحالي، وذلك بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين. تناولت صحيفة أخبار الخليج أن سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية تابع خلال اجتماع اللجنة الأمنية عن بعد ما تقوم به مديرية شرطة المحافظة الجنوبية من حيث اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة بخصوص منع التجمعات وتكثيف الدوريات الأمنية وعناصر الشرطة في كافة مناطق المحافظة. نقرأ من صحيفة الأيام أن عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا مقدم طبيب مناف القحطاني أكد على أن مملكة البحرين تتربع على المراتب الأولى عالميا من حيث مستويات الفحص ونسب التعافي والحفاظ على الطاقة الاستيعابية. نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أكدت أن مركز الإصلاح والتأهيل في منطقة جو ملتزم بالتعامل مع النزلاء ورجال الأمن وفق المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين النزلاء، مشيرة إلى عدم وجود أي حالة قائمة بين النزلاء. كتب الكاتب محميد المحميد مقالا في صحيفة أخبار الخليج بعنوان سباق في خدمة الوطني والمواطن والمقيم، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. حالة التسابق من أجل خدمة الوطن والمواطن التي تشهدها مملكة البحرين اليوم في ظل الجهود الإنسانية والوطنية للتصدي لفيروس كورونا هي تعبير عن حالة أصيلة في الشعب البحريني على مر التاريخ، والأجمل والأروع فيها أن القيادة الحكيمة هي من تقود. جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه يوجه باستمرار إلى دعم الوطن والمواطنين والمقيمين في مختلف القطاعات، وأن كل مقيم يعامل مثل معاملة المواطن، وهذه رؤية إنسانية رفيعة وسامية. سمو رئيس الوزراء الموقر حفظه الله يتابع ويرصد كل ما يتحدث عنه نبض الشارع والرأي العام، ويعقد اجتماعات العمل مع الوزراء والمسؤولين ويوجههم إلى خدمة الوطن والمواطن والمقيم. سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله القائد الميداني لفريق البحرين رسم الاستراتيجية الاستباقية وحفظ البلاد من آثار وتداعيات الظروف الاستثنائية بكل نجاح وتميز، وكذلك هم المسؤولون والجهات المعنية وفريق البحرين والمتطوعون الذين ضربوا أروع الأمثلة والصور للولاء والوفاء والإخلاص والتضحية والتأهب لخدمة الوطن في أي موقع، وكذلك هو الشعب البحريني والمقيمون في مملكة البحرين الغالبية العظمى ملتزمة ومتحضرة. بيّنت صحيفة أخبار الخليج أن القنصلية العامة لمملكة البحرين في جدة قامت بتسهيل عودة المواطنين البحرينيين المتواجدين في كل من مدينة الطائف ومدينة جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى مملكة البحرين، وذلك عبر جسر الملك فهد بعد اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة والتأكد من سلامتهم وصحتهم قبل عودتهم إلى مملكة البحرين. قامت صحيفة أخبار الخليج باستطلاع خاص حول ما يجول في نفوس الطواقم الطبية والتمريضية البحرينية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة
وخاصة وأنهم أظهروا صورا مشرفة وحظوا بإشادة عالمية من حيث الكفاءة وتنفيذ الخطط الاحترازية والعلاجية لمكافحة فيروس كورونا، والتي جعلت مملكة البحرين محل إشادة دولية. كتب الكاتب محمد ناصر لوري مقالا في صحيفة الوطن بعنوان جودة الطبيب البحريني، فإلى سطور هذا المقال. تثبت البحرين يوما بعد يوم أن رأس المال البشري والكفاءات البحرينية هي المقياس الأول من مقاييس النجاح، وليست المادة هي كل شيء. وهذا ما اتضح لنا خلال هذه الأزمة الأخيرة التي نعيشها. تميزت البحرين بقوة الصف الأول في مواجهة فيروس كورونا، وهو الطاقم الطبي الذي يبذل الغالي والنفيس في مواجهة هذا الفيروس والمساهمة في الحد من انتشاره حسب إجراءات وتوصيات منظمة الصحة العالمية. يثبت لنا أصحاب خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا، وهم الطاقم الطبي من أطباء وممرضين، أن الكادر الطبي يعمل باحترافية كبيرة. يرجع سبب ذلك إلى الكفاءة العالية التي يمتاز بها أبناء البحرين. من نصفق لهم اليوم في الصف الأول لمواجهة فيروس كورونا هم أنفسهم من يعالجوننا طوال السنين التي مضت، فالثناء لهم اليوم ولهم الثناء على ما قدموه، على أمل أن يكون هناك دعم ومساندة وتقدير لهم على مهمتهم الإنسانية. نشرت صحيفة الأيام تعميما من وزارة الصحة تدعو المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بلبس الكمام في الأماكن العامة، بالإضافة إلى طريقة صنعه بالمنزل. هذا ونشرت صحيفة الوطن في صفحتها الأخيرة صورة للطواقم الطبية في مملكة البحرين، والتي تعمل ليلا ونهارا لمواجهة فيروس كورونا. ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة أخبار الخليج نطالع أن شرطة أبو ظبي حذرت من خطورة ترك عبوات التعقيم داخل المركبات، وخاصة أن معظم هذه العبوات تحتوي على مواد كحولية قابلة للاشتعال بسبب حرارة الجو العالية. وإلى المحطة الأخيرة مع فن الكاريكاتير. وبفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.